امتحان كده وكده، ما نقدرش نقول صبي ولا نقدر نقول وحش. احنا زي ما قلنا بنذاكر حاجات وبتاجي حاجات ثانيه، احنا ماشيين ننزل الشارع ندور على الاسئله اللي جابوها لنا. يعني امتحان العربي دي ما عرفناش فيه ولا حاجه ولا شفنا حاجه عليه قبل كده، وامتحان الفرنساوي نفس الوضع. هنعمل ايه ثاني؟ هنخش كليات الثانيه ولا هنخش؟ احنا المتوقعين بنجيب 50%، لا معتبرين نفسنا نجيب 25% مش 50%. الامتحان حرام، يعني احنا بنذاكر حاجه وبيجينا حاجه بمجهود ناس. احنا يعني حرام والله العظيم راح يفيصل ويذاكر مجهودنا، احنا عايزين جميع يعني انتوا حرام عليكم اقسم بالله. ذكرنا مفيش حاجه واصل يعني بالدراسه، الوقت مش مسامح والاستاذ وكل حاجه، لكن بالنسبه للاحترازيه ما ادري احترازيه ده كله تمام، كان كمامة ولا هنا ده كله تمام، لكن بالنسبه للوقت مفيش وقت. مدرسين برضه الامتحان نفسه حرام برضه، يعني ده مجهود ناس، يعني ممكن ناس بتموت وتنتحر بسبب الامتحان، اقسم بالله حرام 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 يعني. وربنا يوفقنا في اللي جاي. في شويه تركات بس هو سهل يعني بسيط.